الشيطان يغري الإنسان بالكفر، فإن رآه على إيمان وسوس له بالشرك، إن رآه على توحيد وسوس له بكبيرة، إن رآه على طاعة وسوس له بصغيرة، إن رآه على ورع حاول أن يكفر أو أن يشرك أو أن يرتكب الكبيرة أو الصغيرة، نعم. فلم يفلح، بقي معه ورقتان، الأولى التحريش بين المؤمنين، نعم. فإن لم يفلح بقي معه ورقة رابحة وحيدة هو الإسراف. نعم. ولو في المباحات العلماء فرقوا بين التبذير والإسراف. نعم. التبذير في المعاصي والآثام، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أما الإسراف في المباحات. فالإنسان حينما يعيش في الدنيا لسنوات محدودة ويمضي كل وقته فيما هو مباح لكن يغرق فيه، فإذا جاءه ملك الموت فقد كل شيء في ثانية واحدة. نعم. فالبطولة أن لا تسرف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لم يقل لا تسرفوا في الطعام والشراب، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا في أي شيء. فلذلك الإنسان المتوازن معتدل في طعامه، في لباسه، في أوقات فراغه، في يعني العلاقات، في الانطواء، في أي شيء معتدل، أما دائماً التطرف يشقي والاعتدال يسعد، ودائماً الفضيلة وسط بين رذيلتين. هلأ التهور صفة ذم، والجبن صفة ذم، والشجاعة بينهما، الإسراف صفة ذم، والشح صفة ذم، والاعتدال في الإنفاق بينهما. فالإسراف إن الله لا يحب المسرفين، أمضى حياته في زينة حياته الدنيا، جاء يوم القيامة مفلساً. يعني للتقريب، واحد معه 100 مليون، فاشترى ب60 مليون بيت و40 مليون مركبة، ما عاد معه شيء. لو اشترى ب10 ملايين بيت و3 مركبة واستثمر بقية 100 مليون بربح يعني 1000%، يكون عاقلاً. يعني لك هذا المبلغ أو معك هذا الوقت، فإن أمضيته كله في أشياء لا تنفعك بعد الموت فأنت خاسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فالإسراف في أي شيء مذمة للإنسان. الإنسان حينما يعرف هدفه، حينما يعرف سر وجوده وغاية وجوده، حينما يعرف حكمة وجوده في الدنيا، وجد في الدنيا ليعرف الله وليعمل صالحاً يستحق بها جنة ربه يوم القيامة، فأمضى كل حياته في الطعام والشراب، وفي القيل والقال، وفي إضاعة أوقاته، وفي أشياء ليست راقية من سفاسف الأمور، فهو خاسر أكبر. هذا الذي غفل عن سر وجوده وعن غاية وجوده لا يحبه الله. كما أن الأب الذي يرى ابنه في العام الأخير وفي فحص مصيري، ويبنى على امتحانه اختيار فرع بالجامعة، يمضي وقته مع أصدقائه ويأكل ويشرب وينام ويستلقي ويتنزه بدل أن يجلس ويدرس، فهذا مسرف في حاجاته الجسدية. صحيح. الإنسان يأكل، أما وقته كله في الطعام والنزهات والنوم المديد، فهذا مسرف، إذاً ضيع مستقبله. إذاً الإسراف صفة يمقتها الله عز وجل. نعم.